ينضم إلينا من القاهرة عمرو أحمد الكاتب المتخصص في الشؤون الإيرانية. مرحبا بك أستاذ عمرو. يعني أود أن أسألك عن تقييمكم لتعاطي الإدارة الإيرانية مع هذا الأمر منذ البداية وحتى الآن، بداية من بيان شديد الاقتضاب من الحرس الثوري الإيراني، ثم لاحقا الخارجية الإيرانية بدأت في إعطاء مجموعة من التصريحات. كيف قرأت تعامل السلطات الإيرانية مع هذا الحادث؟ تحياتي لك دكتور دينا، وأود أن أشير إلى نقطة غاية الأهمية، وأن الحرس الثوري صدر عنه بيانين وليس بيان واحد. البيان الأول كان مقتضب وهو الإعلان عن حادث الاغتيال، وفي البيان الثاني والذي كان منتظر منه توصيف ما حدث تحديدا وشرح آلية عملية الاغتيال وبأي أسلحة تمت ومن أي أراضي أطلقت ومن أي مجال تم الاستهداف، كان أرضا بحرا جوا، اكتفى فقط في التوعد بالرد وفي نفس الوقت التأكيد على حادث الاغتيال والتضامن وإعلان تبع ذلك إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام وما إلى ذلك. أود الإشارة أيضا أن لم يكن لقاء اللقاء الأخير الذي جمع قبل حادث الاغتيال الذي جمع إسماعيل هنية بالرئيس الإيراني فقط، كان إسماعيل هنية قبل اغتياله بساعات جولة في طهران، زار برج ميلاد في العاصمة الإيرانية، وزار أيضا حديقة أرض الحضارات، ومن ثم اتجه إلى مقر إقامته في شمال طهران، ومن ثم حدثت عملية الاغتيال. الإجابات لابد أن تخرج من الحرس الثوري. حتى الآن ليس معلوم إن كان هذا الأمر تم داخليا خارجيا. الرواية الإيرانية أو الإعلامية الإيرانية الغير رسمية تتحدث عن قذيفة أطلقت من طائرة، لم توضح ما طبيعة هذه القذيفة. وعلى الجانب الآخر الرواية الإسرائيلية أو أحد الروايات الإسرائيلية يقول أن صاروخ أطلق من غواصة. يعني حتى الآن لم تتضح الرواية، وأن الأمر قيد التحقيق. وبالتالي يعني هذه النقطة تحديدا، التعارض والتضارب في السيناريو الحقيقي الدقيق الذي تمت به العملية يثير علامة استفهام؟ بالطبع، نحن أمام مجموعة من علامات الاستفهام. وإذا ذهبنا إلى مجموعة من السيناريوهات، على سبيل المثال إذا تحدثنا إن كان السيناريو الاغتيال حدث من الداخل، فكل الظروف قد تأخذنا إلى صحة هذا السيناريو. لماذا؟ لأن إسرائيل قامت بالعديد من عمليات الاغتيال في الداخل الإيراني، مثلا أشهرها اغتيال أبو البرنامج النووي الإيراني محمد فخري زاديه، وتم استهدافه عن بعد بسيارة يعني كانت تحمل سلاح جرانوف، اغتيال مجموعة من القيادات في الحرس الثوري في الداخل الإيراني. وإذا ذهبنا أيضا إلى السيناريو الآخر، فكرة الطائرة الـ F-35 التي قد من الممكن استخدمتها إسرائيل وإطلاق صاروخ يستهدف مقره، لكن اللافت للنظر يعني إيران التي دائما تتحدث عن قدرات دفاع جوي تصل مداها لأكثر من 2500 كيلومتر، قد تصل إلى إيطاليا، تتحدث دائما عن القدرات الصاروخية. لابد الأخذ في الاعتبار نقطة في غاية الأهمية دكتور سينا، وهي أن ظرف تنصيب الرئيس الإيراني هذا معناه أن الدولة جميعها بأسلحتها مستعدة لأي سيناريو. يعني حالة التأمين هذه المرة تختلف عن أي سياق لأي حالات تأمين أخرى. العالم كله يتواجد أو معظم بلدان العالم تتواجد في طهران. نعم صحيح، ضربة موجعة إذن أمنيا تلقتها طهران فجر اليوم. بشكرك شكرا جزيلا عمرو أحمد الكاتب المتخصص في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من القاهرة.